ما لاحظناه وأنه بعض الجهات وأنتم تعرفونها وذكرتم اسمها كانت تتوقع أن تملي هي مضمون البلاغ على النقابة، وهذا غير جائز نهائيا. النقابة لها مؤسسات ولها قوانين ومرجعيات تعتمدها في إصدار وإعلان مواقفها، وبالتالي لا تنتظر من أي كان هذه النقابة، لا تنتظر من أي كان أن يعطيها دروس في كيفية إصدار البلاغ، بل وحتى أن يملي عليها مضمون البلاغ، هذا غير جائز نهائيا. وهو موضوع غير صالح للتحدي. التحدي يجب أن يكون في القضايا التي تحقق إضافات ومكاسب لمجال حرية الصحافة في البلاد. نحن النقابة واجهنا جهات رسمية عليا عبر التاريخ، ولست في حاجة إلى أن أستعرض تاريخ النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الماضي أو الحاضر. نحن نرفض المزايدة، نرفض الابتزاز، ونرفض الضغط، ونحترم قوانين النقابة التي تحدد المساطر الخاصة بإعلان المواقف وإصدار البلاغات. وهذه المؤسسات المنصوص عليها في قانون النقابة الوطنية للصحافة المغربية هي مختصة الوحيدة بالتداول والمناقشة فعلا. أنا لن أفشيكم سرا، إذا قلت لأول مرة أن أخت حنان الرحاب التي كانت عرضة للتشهير وللسب وللقذف، كانت، وليسمح لي الزملاء في المكتب التنفيذي أن أبوح بهذا السر، كانت أول وأكثر المناصرين داخل المكتب التنفيذي لإصدار بلاغ لفائدة هاجر الريسوني وإطلاق هاجر الريسوني، وكانت تدافع عن الحرية الفردية داخل المكتب التنفيذي. ولكن رأي الأخت حنان مع كامل احتضاري لها كان يمثل أقلية، وبالتالي لم اتفق المكتب التنفيذي على إصدار بلاغ بهذا المكون الثلاث. هذه الأخت حنان التي كانت لها هذه المواقف الشجاعة الحقيقة والجريئة هي التي كانت عرضة للسب والقذف من طرف جهة أعتقد أنها نزعت عن نفسها شروط المناقشة الأخلاقية حينما تصف زميلة لك في المهنة، وهذا لم يحدث نهائيا ببنت العاهرة. أعتقد أن هذا لم يحدث في تاريخ الصحافة المغربية أن وصل النقاش بين الزملاء إلى هذا المستوى المنحط نهائيا. يقع الاختلاف، يقع التشهير، يقع مختلف الممارسات المشينة، ولكن لم يحدث يوما أن صحفي مهني وصف زميل له ببنت العاهرة، لم يحدث هذا نهائيا منذ أن عرفنا هذه الممارسة. وأنا أشتغل في الصحافة، أنا أشتغل في الصحافة منذ سنة 1986، إلى الآن لم أسمع يوما زميل صحفي وصف زميل له ببنت العاهرة. وأعتقد هذه أكبر سبة ليس في حق الأخت حنان الرحاب، لأن الأخت حنان الرحاب يعرفها القاسي والداني، ويعرفها النقابيون، ويعرفها المسؤولون، مناضلة داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية وإطار داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بل هي سبة في حق الشخص الذي أطلق العنان لهذا الوصف الخبيث ولهذا الانحطاط الأخلاقي الفظيع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.